نتابع مشاهدينا هذه الصور لمراسم صلاة الجنازة على المغفور له بإذن الله شيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم رحمه الله وأدخله فسيح جناته. إلى ظلمة القدر أمه كان أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وخلصك من حياتك اللهم إنك على محسن وزيد الحسين ولقني برحمتك وعلى هزيم الحسن وسلم السيئات عليك.